أنا لا يمكن أن تكون بما أنت حاليا. وأول مشروب شربته كان حليب ساخن. فتبدأ المشكلة عندما تشربون الماء الفاطر أو أسوأها الماء البارد. فإذا الماء الساخن هو بالتأكيد سائل أمنيوسي الذي تكون فيه الإنسان منذ في مراحل تكوين داخل رحم أمهاته انكم جميعا وانا وكل الجميع حتى النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى جميع الانبياء ما عدا اول مخلوق بشري من هو بس يا سريع ادم ما شاء الله ادم عليه السلام ومين ثم المخلوق الثانيه وهي هواء كيف خلقت نعم كيف خلقت هواء بالضبط نعم طيب لكن فيما بعد ومن ثم تكوين الإنسان من مضغة ثم نطفة ثم علقة ثم جنين ثم يخرج الطفل فالماء الساخن لعب دور كبير لو تبقى درجة مرتفعة سترون بعد قليل أحاول أمشي سريع لأن الندوة غالبا تأخذ وقت لكن عشان نحاول نختصر حتى لا تتملون أيضا كمان هناك فترة تالية لصف صفوف من السابع إلى الثاني عشر أيضا سأركز أيضا في القرآن الكريم معجزة الماء الساخن في القرآن الكريم سترون بعد قليل وإذا فوائد عظيمة ليس فقط فوائد معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى أنعمها عليك وعلينا وعليكم جميعا سترون بعد قليل وإذا أدري يمكن صعب تبدأون شرب الماء الساخن لكن مع الأيام تتعودون كما تعود قيس وسامي والكثيرين حتى أطفال ميجوا البيت نعودهم شوي شوي تدريجيا فيما بعد تتعودون عليه راح تشوفوا أنه ترون زين بإذن الله تعالى إذا تبدؤون حتى ولو قليل سامي يشرب يمكن فقط قلاصين في اليوم والحمد لله استفاد وأيضا قيس يشرب حوالي 4 قلاصات نحن كبار نشرب حوالي 6 إلى 8 قلاصات زين وأنا مدمن على الماء ساخن بدل ما أكون مدمن على السيجارة الذي هو يسبب سرطان ومشروبات الغازية أيضا تسبب سرطان وهناك أدلة علمية وفي في أمريكا في كاليفورنيا رسميا أن أقوات المشروبات الغازية حتى الماء الغازي يكتبوا هناك شعار مثل سيجارة هذه مادة مسرطنة لأن خلاص أكدت الدراسات وأمراض انتشرت في العالم والآن أصبح فقط وليس نحن لما كنا صغار نسمع أمراض الشيخوخة سرطان وما أعرف إيش يربوا الآن يعني أمراض انتشر في سن الصغار منكم في من ربما يعاني من الربو يعاني من السكر أطفال صغار أنتم بعدكم جيل مستقبل كيف ستبنون مستقبل إذا كنت بدأتوا بأمراض أنتم صغار إذا كيف تكون مستقبلكم وطبعا الأدوية أيضا ظهرت النهار ضعيفة فشفاء من الله سبحانه وتعالى فهو الماء الساخن يشفي شفاء عظيمة من الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مجهود بدني أو تكلفة مادية زين أنا أمشي سريع علشان بس أول شيء اللي حصل في الماء الساخن انتشر عالميا والحمد لله رب العالمين عملت ندوات في كثير من الدول وايضا الكتاب في بريطانيا وفي امريكا بس مش على سريع عليه بس الوقت يعني هذا كتاب الماء الساخن معجزه وعجب العلاج بالماء الساخن ومنشور في بريطانيا وفي امريكا والكتاب سيشارك في 4 معارض دوليه اكبر معرض دولي للكتاب في نيويورك في شهر 5 وفي شهر ابريل في 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 المملكة المتحدة وأيضا في الصين وأي في أكتوبر وأيضا في فرانكفورت والكتاب قريبا الحمد لله سنبدأ نشره بالعربي كنا ننتظر موافقة الحمد لله لأن الموافقة رسمية من وزارة الإعلام طبعا الملكية موجودة فكرية من الأول من 3 سنوات هذا كتاب ثاني وقيم الحياة سعيدة وأسرارها من أجل حياة أفضل نمشي طبعا هذا ما في داعي لأن هناك صور أيضا أن هذا هذا الملكية فكرية في سلطنة عمان وملكية فكرية في الفلبين هذا شهادة من لجنة طبية تؤكد شفائي شخصيا من أمراض الربو والصداع النصفي والصداع النصفي من نتيجة لاستخدام أدوية البخاخ فسوي لي صداع نصفي لأن لما استخدم البخاخ ربما أي واحد عند الربو يستعمل هذا البخاخ يحس عضلات الجهاز العقلي تشتد فبالتالي يعني بعد ذلك تعمل مضافات أخرى فالأدوية هي سمومة لكن لا يعني لا مفر عندما تشربون الأدوية ساحل للعلاج فهذا هو علاج وما أقول لكم توقف الأدوية لكن جنب لجنب تبدأون بالماء الساخن فالشفاء من الله تعالى هذا طبعا زوجتي أم قيس شفيت بالكوليسترول هذا طبعا تقرير لجنة طبية 7.4 إلى 5 شفيت كليا طبعا هذا كتاب في موقع الكتروني هذا هو اللقاء مع تلفزيون مجان على الهواء اذا كان حد منكم راى هذا اللقاء اللي بعده لقاء مع تلفزيون سلطنة عمان على الهواء مباشره مع استاذ خالد زجالي الكل طبعا يعرف خالد زجالي تعرفونه زين تعرفونه في هذا اللقاء
هذا اللقاء في جريدة تحرير ماجازين بالإنجليزية 6 صفحات. نعم، آخر إهداء لصاحب جلالة gift his majesty. هذا طبعاً اللقاء مع ماسكت ديلي الإنجليزية، هذا مع تايمز أوف أومان الإنجليزية محلية، جريدة شبيبة إذا كان حد منكم رأى هذا، كتبوا الماء الساخن سينهي حرب البشرية ضد الأمراض بإذن الله تعالى. نحن 4 سنوات ما نستخدم أدوية، حتى الآن ما نعرف باكر، بس حتى لو نمر بمرض معين أو التهاب أو أو شيء فقط هو الماء الساخن، فقط الماء الساخن، لا نشرب الأدوية حتى الآن الحمد لله رب العالمين، وعلاج داخل وعلاج خارج مثلا التهاب الجلد وإلى آخر. طبعا هذا اللقاء مع هاي ماجازين، اختاروا 40 شاب عماني على أساس احتفال سلطنة عمان ب40 سنة، وهم ارتأوا 40 من أمجاد عمان، ما أدري حل ارتأوني أنا ما أجي من أمجاد عمان، لكن هم الجريدة عملت اللقاء معي قالوا أنت من ضمن 40 مختار في سلطنة عمان، 20 شاب و20 سنة. هذا طبعا الذي كان اللقاء، وكانت أسئلة عن سلطنة عمان وعن مستقبل. هذا طبعا شهادة من جامعة السلطان قابوس، كان الدكاترة الذين حضروا في كلية العلوم الجيولوجية قبل أيام معدودة وقبل شهر. هذا طبعا شهادة من هذه كبار الشخصيات في الفلبين في هيئة الكهرباء في الفلبين، هم مهتمين بالصحة. طبعا ترون كيف كانوا مهتمين، على حتى أخذ الكتاب ويريدون الأوتوغراف، أي هم يهتمون يقدروا العلم. وهذا طبعا شهادة من جامعة الفلبين مانيلا، حضر فيه 2000 طالب، ورئيسة الجامعة دكتورة إميليو التي ترأست باستضافت، وطبعا مجموعة من الدكاترة كانوا يقيمون الندوة، وأننا شهادة اعتراف الحمد لله رب العالمين. طبعا أخذوا 30 كتاب حطوا على أساس كمادة علمية تدرس في مكتبة جامعة مانيلا، إذا أي حد بيروح يزور جميع مانيلا يروح في جامعة مانيلا في مكتبة راح يحصل الكتاب، 30 كتاب موجود عشان يريدوا على أساس يعني كمادة دراسية يعني كمادة علمية. هذه الندوة في سفارة الفلبين في سلطنة عمان، هذا ندوة مشاركة فعاليات سكرية اليوم العالمي للسكري قبل شهرين، قبل 3 أشهر أو تقريبا في شهر 11. طبعا هذا من ندوات، وهذه طبعا صدفية، شخصيا أنا شفيت من صدفية، صدفية هذه علاج خارجي، لما أكون أعرف أن الماء الساخن يعالج صدفية، بدأت أستخدم في اليد اليسرى، بدأت أستخدم الماء الساخن بفوطة 2 صباح مرة واحدة، وبدأت تغير لون الجلد، فلما شفت يتغير لون الجلد صار عندي لونين، لأني شلت جلد الميت، وهذا الذي حصل تغير. اللي بعده هذا نعم، إذا ترون نشوف كيف كان شوية، وأنا مبسوط أكون أسمر، لكن هو الذي حدث أنني خفت أنه يبقى يكون عندي لونين، فبدأ يتغير لون اليد هنا وقع أبيض، فبالتالي استخدمت بالكامل في اليد، وفعلا أصبح فائدة أكبر أن اكتشفت أنه يشل الجلد الميت، وأيضا يجعل الجلد ناعم جدا، حتى إذا أردت تأخذ تجربة تشوف الجلد عندي ناعم بدرجة مثل الطفل الصغير، أنا عمري 29 سنة، فيعني هذا من كمان من معجزات الماء الساخن. إذا بس تأخذ تجربة على سريع شوف، سامحونا شوف لا كده بيد أصابعك، إيش تحس؟ شوف عندك، شوف جرب عندك كيف تحس، لين ولا خشن هنا؟ خشن. وهنا وين الأخشن وين الألين؟ يعني هنا شوفته، يعني شوفه من هو طفل صغير صح، يعني شوف هذا من معجزة الماء الساخن، يجعل الجلد مثل الطفل الصغير، لما عندكم يمكن اخواتكم اذا تشوف جلد الطفل صغير يعني شهور جلد ناعم جدا، حتى تلمسيه ترتاحيه جدا صح، ولا لاحظت اي واحد يجي يعني عمره 49 سنه. فانتم يعني اذا استخدمتوا الماء الساخن، وطبعا استخدم حمام بخاري 2 في البيت، عمل يعني بالبريق الكهربائي بس لا تحرق، يعني شغلوا البندة ومن ثم يعني استنشق البخار المائي، وأيضا شرب الماء الساخن، وأيضا تجربة الماء الساخن بفوطة في الجلد، لأن يشيل الجلد الميت يبقى الجلد ناعم، وأيضا إنسان يبقى دائما في عز الشباب، لأن قوة الموجودة فعالية الهيدروجين. هذا طبعا شفيت كليا من تصمم غذائي 39 سنة عمرها، منذ ولادتي كان تصمم غذائي وفشفيت، وايضا بعض الاشخاص. طبعا هذه صورتي قبل في عام 2007، وتغير شوف كيف كنت،
إذا ترون كنت أسمر، أنا مبسوط أكون أسمر، بس لما استخدمت الماء الساخن عشان علاج الخارجي يبيض الجلد، بس هو المفيد فائدة إنه يشيل جلد الميت، هو الأكثر يعني الأهمية فيها. طبعا هذه صديقة مدام كيف كانت، طلبت منها أساسنا قبل ما تبدأ استخدام ماء ساخن أخذ صورة منها وقعدت أقولها سترين كيف بتتغير، يعني كيف كانت وكيف تغيرت. طيب ناخذ الشريحة الثانية، حد يبغى يقول شيء تعليق ولا شيء على سريع، لان نحاول ناخذ الوقت بس ناخذ اسئله قصيره لان الماده عشان ما نفقد الماده العلميه نفسها. نعم بس دقيقه اشغل الدقيقه اعطون دقيقه. طبعا هذه الشريحه استخدمت كرتون اكثر يعني عشان يعني ما تتملون يعني هذه الندوه خاصه لكم يعني مسوين. حد يبغى يقول تعليق ولا شيء يعني ما نسأل أسئلة فيما بعد بس على سريع كده بناخذ ثلاثة أربع أسئلة على سريع. الماء ساخن ساخن ولا عادي؟ الماء هي تسأل إذا كان الماء ساخن ساخن.